أنا من مدينة حمص القصير، تهجرنا من مدينة القصير بال 2013، طلعنا ولجأنا إلى لبنان. نحن كنا من مجموعة الجرحى، نزلونا بمشفى طرابلس الحكومة. هذا المبتورة إجره، وهذا المبتورة إيده، وهذا الإجرتين، يعني ما نطلع، خايفين صراحة. فبعد فترة بسيطة توفى، استشهد عندنا واحد الله يتقبله من بيت حسيان. قعدنا نغسله وما حسينا، جارنا أبو أيمن نزل معنا وكأنه واحد منا، ما بنعرفه، شاب نزل عم يغسل معنا المرحوم الله يتقبله، وكفن واتصل بالتربة، عجز، جاب صحية مباشرة. ما بنعرف شيء، يعني ما بنعرف شيء خالص، جدد جايين مثل الضايعين، ما عارفين وين نروح. طلعنا وكأنه بالقصير دمجنا بنفسنا، كانت هاي سبب معرفتي بابا ايمن. فالحمد لله رب العالمين، الله هيئنا وما قطع فينا الحمد لله. فترة من الزمن منيحة لحتى قدروا تأقلموا مبين بالشارع، والشارع يعني طبعا كان ينظر لهم انه اسمهم سوريين ولاجئين، وهذا الجيل شوية يعني شو يعني تلفت من لا يعني تعالوا لكم نحن اخوة من هون لهون، حتى انخرطوا بمجتمعنا مزبوط انه سيعدين ببيوتنا وعدنا ببيوتهم، نقزوا ما انه لك كيف انه من الفزع من الخوف انه ده من الدولة، وكان يجي جيش كان يجي كذا، اللهم صل على النبي، يعني ولا ما تخافوا، جيشنا غير جيشكم، جيشنا اللهم صل على النبي ما له مصلحة مع حدا، لا بالعكس بيهمنوا الامن لا اكثر ولا اقل، ما بده لا مشاكل ولا بده شيء. فهون يعني انه هيدا الانخراط خلينا نفوت بعضنا زيادة، بعدين الحمد لله تأقلمنا مع بعضنا كلنا سوا، فتنا ببعضنا بالشغل، شباب كثير اشتغلت مع بعضها، صار بورش، صار بكل مصالح، والحمد لله رب العالمين. يعني كل هالامور هيدي كانت ميسره، طبعا بتصير شويه روتينيات هيدي ما لها علاقه، هيدي بتبقى شغلات خاصه، لكن الحمد لله وقت عم نيجي نجمع اليوم اذا اي شيء تنكفوا ببعضهم عم نجمع، ما في لبنان سوري، في اخوه نحن دي مع بعضنا هون، لكن عملوا هون شو بدي لك، عملوا جو حلو كثير، علمونا على مصالح نحن ما بنعرفها صراحه، يعني يعني كثير مصالح تعلمناها من وراهم. شبابك عندهم نشاط، عندهم اندفاع للحياه، بالعكس الاكل برمضان بكله كله اخوه، ما في تميز بين سوريا ولبنان.